وثق مقطع فيديو نشرته البحرية الأمريكية لحظة الرعب التي أثرتها سفينة حربية أمريكية ومدمرة روسية في بحر شرق الصين، إذ يظهر الفيديو اقتراب السفينة الأمريكية ونظرات الروسية من بعضهم البعض بأقل من 50 مترا في البحر، الأمر الذي عرض السفينتين وطاقمهما للخطر. يأتي هذا فيما يواصل الجيشان الأمريكي والروسي تبادل الاتهامات بارتكاب أفعال غير آمنة.